أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم همسات عابر من خلال الفضائية القبطية كوبتك سات. بنرحب بكل أحبائي المشاهدين بيشاهدونا اليوم، والنهاردة حلقة مميزة جدا جدا كلنا محتاجينها. كل إنسان في هذا العالم محتاج حاجة معينة، حتى كان الرب في تجسده وفي الفترة اللي عاشها كان يقول يصنع خير ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. النهاردة بيسعدني ويشرفني يكون معايا أخي وصديقي ومن الناس اللي فعلا بحبهم جدا، وأخ فاضل، الأخ محب بشاي. أهلا بك أخ محب. أهلا بحضرتك. أهلا بك، ربنا يبارك فيك ويدينا وقت طيب النهاردة إن شاء الله. في بداية حلقتنا ترفعنا في صلاة. تفضل. لا 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 تفضل. أبونا السماوي، بنشكرك يا رب، بنعظم اسمك من أجل حضورك البهي، من أجل أن أنت يا رب فعلا عظيم ومبارك إلى الأبد. يا رب سود على جلستنا بالبركة، غطينا بسحابة مجدك يا رب، واخفينا تماما وظهر أنت بمجدك لتتكلم فينا وبينا يا رب. لكل إنسان يرانا النهاردة يرى فينا يسوع، لأن أنت أمس واليوم وإلى الأبد. نشكرك يا رب ونعظم اسمك، لأن أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. يا رب النهاردة فعلا جايين نتكلم عنك ونتكلم عن صنيع يديك. المس القلوب يا رب وغير النفوس، وخلينا فعلا واحد في المسيح يسوع. بشكرك يا رب وبعظم اسمك من أجل هذا المنبر، من أجل أخويا محب يا رب، أن أنت تتكلم فيه وبيه، أن هو يكون شهادة حية ويكون واضح في كلامك يا رب، لأن أنت فعلا بتعطي المعية قدرة يا رب، فعلا بتدينا قدرة وبتدينا قوة، لأن لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. نشكرك يا رب ونعظم اسمك، لأن أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. كمل عملك يا رب معانا النهاردة، وادينا وقت ممسوح بالروح القدس لنتكلم بكلام الحياة الأبدية. ليه كل المجد من الآن وإلى الأبد. أمين أمين أمين. ربي يباركك أخ محب. النهاردة حلقة مميزة جدا، وبنطلب فيها حضور الرب الواضح جدا والبهي جدا اللي احنا عايزين نتكلم من خلاله. بس ندخل محضر الرب بترنم ودياره وبالتسبيح، ونقول له رب انت عظيم. عظيم. نعظم الرب، عظموا الرب معي، وهو فعلا عظيم ويستحق كل المجد. مبارك اسمك يا رب. عظيم عظيم يا الله، أنت عظيم 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 يا الله، عظيم في محبتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك، أيضا في شفائك، أنت عظيم عظيم فعلا.
عظيم ومبارك وإلى الأبد رحمته. كلام معزي جدا بنلاقيه في الكتاب المقدس، بيعزي الناس، وهو ده هدفنا النهاردة، إن احنا نأخذ بركة مش زي ما العالم بيعطي، لكن بنأخذ بركة من عند أبي الأنوار، من عند القدوس البار أبونا السماوي، اللي زي ما قلنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. النهاردة عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، بيهم كل إنسان مسيحي في العالم، ويمكن مش بس مسيحي لكن كل إنسان موجود على وجه البسيطة، وهو الشفاء. وما نتكلم على موضوع الشفاء يا أخ محب، نتكلم عن الطبيب العظيم طبعا، اللي هو كان يقول يصنع خير ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، جميع المتسلط عليهم وإبليس موضوع الشفاء، يمكن الرب شغلك بالموضوع ده، ولما كنا بنتناقش مع بعض على موضوع الشفاء لقيت فيه لمسات من الروح القدس. الروح القدس بيتكلم فيك وبيعلن إعلانات سماوية من أجل شفاء البشرية. طبيعي. يا ترى إيه موضوع الشفاء؟ الحقيقة هو موضوع طويل شوية لكن ممكن أختصره. أمين. من زمان وأنا صغير كنت دايما عيان، وكنت دايما أحس أن أنا ضعيف عن الآخرين. يعني مثلا أشوف الأولاد دايما بيلعبوا يجروا، مش بردانين مش عيانين، لكن أنا باستمرار مثلا كل صيف كنت عيان، وكل مثلا شتوية أخد برد، وبعدين مش لاقي سبب للموضوع ده. وبعدين في سنة 92 لقيت كتاب مكتوب عليه سلطان المؤمن، فقريت الكتاب دوت، لقيت فيه حاجات غريبة أوي عمري ما سمعت عنها، رغم أن أنا قريت الكتاب المقدس كتير وبتأمل وأحب أدرس يعني، لكن ما كانش فيه تركيز على هذا الجزء بالذات. فاللي حصل أن أنا ابتديت أقرأ وأدرس هذا الموضوع بكل الإمكانيات اللي ممكنة، أن أنا أعرف يعني إيه اللي وراء هذا الموضوع. يعني باختصار شديد وجدت أن خطة الخلاص كانت تحمل شفاء للبشرية وغفرانا للخطايا، وهذا الشفاء ليس فقط شفاء الجسد بل شفاء النفس والجسد والروح. وأهم حاجة الإنسان يجب أن يعرفها، إن بسقوط الإنسان دخل جسدنا إمكانية ضعف جعلته يقبل المرض، جعلت الجسم يعني يضعف لدرجة إنه يقبل المرض. يعني معنى الكلام ده نقدر نقف شوية ونقول إن المرض أساسي، الأساس بتاعه اللي هو سقوط الإنسان من حضرة الله. بدايته طبعا أول دي كانت بدايته، هو أول الإنسان ما كسر الوصية وخرج من الجنة. هو الشيء الجميل جدا اللي بيعجبني في الجزء دوت، إن آدم سقط وهرب واختبأ، لكن الشيء الجميل جدا نجد أن الله في عظيم حبه واهتمامه ورعايته وعنايته ما تركش آدم، هو اللي راح دور عليه وهو اللي أخرجه من مخبأه. يعني هو لما راح ندى عليه آدم اعترف على طول، قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت. لكن شوف ربنا وقلبه الحنين، راح قال له ليه يا آدم عملت كده، أنا مش قلت لك؟ وبعدين النقطة الثانية، اداله على طول الوعد بالخلاص، لأنه كساه أقمصة، الأول كسا بره، كساه من عريه بالظبط، وغطاه من خجله، وبعدين اداله وعد الخلاص، وعد الخلاص يرجع آدم تاني لمكانته الأولى.
يعني معنى كده ان رد المسلوب اللي عمله الرب يسوع بموته على الصليب وخلاص البشريه وكل من قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه علشان يرجعهم تاني للمكانه الاصليه اللي كان فيها الانسان على صوره الله الحقيقيه مش المزيفه اللي احنا فيها دلوقتي. لا هو الحقيقه مظبوط طبعا الكلام ده لا انا قصدي اقول ان احنا طبيعتنا البشريه طبيعه ضعيفه يعني ساقطه. لكن الجميل قوي في كلمه ان الله هو امس واليوم والى الابد دي نقطه مهمه جدا. ان الله لما ادم سقط على طول اداله تصريح بانك ترجع تاني ترجع تاني لمكانتك. انت خسرت جزء لكن الجزء الباقي ده لما يجي السيد المسيح ويتجسد ويتمم الخلاص والفداء هيرجع لك، لكن ما زلت انت في إمكانية انك تنال اللي انا وعدتك بيه وهو عدم المرض، غفران الخطية، انك تعيش في سعادة مع الله، انك تكون بار. كل الإمكانيات دي اصبحت موجودة وممكنة للإنسان منذ ان سقط آدم. عشان كده هنا بيبين ربنا فكره في ان الشفاء منذ البداية هو إرادة الله. دي نقطة يعني بحب أوجهها وأوضحها لكل المشاهدين الأحباء، ان فكر الله فيه الشفاء منذ البداية، وهو وضع الناموس وأعطاهم الشريعة، كل دوت لتتميم إرادة ربنا لكي ينال الإنسان جزء من اللي فقده وليس الكل طبعا، لكن كان كله على حساب دم الرب يسوع وذبيحة الصليب. طيب لما نتكلم على المرض وده اللي احنا عايزين نتكلم عنه الشفاء، والناس كتيرة بتحس بمرض وبتحس بأسقام وبتحس بأتعاب، وانت نفسك كنت بتقول ان كنت وانت صغير على طول بيجي لك برد وعلى طول بتبقى ضعيف وعلى طول المرض حاسس ان هو محوطك وكده. هو ايه معنى المرض بالنسبة لكلمة الله؟ هو المرض موضوع كبير ودقيق جدا. يعني مثلا احنا كتير نتكلم بعناوين لكن تحتيها كتير من التفاصيل احنا ما نعرفوش. يعني مثلا نقول ان المرض ازاي يبقى روحي وازاي يبقى جسدي. لكن هو بدخول الخطية للإنسان أعطت الجسد قابلية أنه يمرض، وإزاي يمرض دي بقى موضوع تاني متفرع. يعني مثلا نجد إيه لو أنا سألت واحد مثلا إيه أنت ليه مريض؟ يعني أنا كنت دايما في بداية البحث دوت أسأل الناس ليه الناس بتمرض مثلا أو ليه أنت مريض؟ دكتور مثلا بوجهة نظر الطب يقول لي لان الجسد بيضعف ويصبح قابل انه يصاب بالمرض. نعم. واحد تاني يقول لي يا مرض ده شيء طبيعي بيجي لنا كلنا ليه. واحد تاني يقول لي كل اللي يجي من عند ربنا كويس. بينسبوا المرض لربنا ان هو اللي جابه. هو السبب في كده انه ما يعرفش تفاصيل كتير. وبعدين لما كنت كل ما اقرا الموضوع غامض، لان بنصلي كتير مثلا لمرضى لكن مش بيشفوا. لكن في ناس الله اداهم مواهب الروح القدس ابتدوا يكشفوا الاسباب دي، فابتدى الحجاب شويه بشويه يتشال ويبان ان اساس المرض في غالبيه الاحوال ان هو خطيه. ده مثلا المرض بيجي ازاي؟ وممكن واحد يقول لك مثلا اتعرضت للهواء وجاني برد. مظبوط. او كلت اكل ملوث. مظبوط. وجاني تسمم او جاني كبدي وبائي. أيوة. فيروس سي. مظبوط. او مش عارف استحميت في الترعه جاني بلهارسيا. ايوه. طب ما كل دي في اسباب مسببات لهذا المرض. مال الخطية بالموضوع ده؟ هي الخطية أعطت الجسد هذا الضعف إنه يقبل المرض ده. لا معلش، يعني دلوقتي واحد أخد نفسه وأكل، أنا آسف، أكل ملوث. مظبوط.
وهذا الاكل كان فيه مرض او كان فيه ميكروب، الميكروب ده دخل جسمه عمل له فيروس سي، هنا عمل له فيروس سي دي اتأثر بيها. طب ما هو في عامل هو ده الضعف اللي عملته الخطية. احكي لك حاجة بقى ايه توضح النقطة دي بالذات. كان في احد مشاهير الشفاء راح افريقيا يصلي من اجل الطاعون، فقالوا له لا احنا اسفين ما نقدرش ندخلك المنطقة لانك لما هتدخل هناك هتصاب بمرض الطاعون وتموت، فاحنا ما نقدرش ندخلك هناك. فقال لهم لا انا مش هتأثر ولا المرض هيأثر فيه. فطبعا بالنسبة لهم هذا الكلام كان كلام ما ينفعش، يعني طبعا كلام ناس مجانين غير واقعي غير عقلاني غير مجرب، كل الناس اللي بتخش هناك بتصاب بمرض الطاعون. فعاد يصلي، طب اعمل ايه عشان اقنعهم يعني او ادخل المكان ده واصلي، انا ده جاي عشان اعمل كده ده. فقال لهم الرب ارشدوا الى ان هم يجيبوا ميكروب الطاعون ويحطوه على ايده ويحطوه تحت المجهر ويشوفوا تأثيره. فتاني يوم قال لهم لو انا وريتكم مرض الطاعون اقوى ولا انا اقوى تدخلوني؟ قالوا له طبعا. قال لهم طب هاتوا مصل او مرض الطاعون وحطوه على ايدي. فجابوا المرض وحطوه على ايده وحطوا ايده تحت المجهر، لقيوا المرض ميت، الميكروب مات. ده كيري بلاك، ده من مشاهير الشفاء اللي عاش في افريقيا وكان بيصلي من اجل مرض الطاعون. اذا هنا الايمان اللي عنده اعطاله امكانيه ان هو يفوق المرض. تاكيدا لكلامك، طبعا انا بؤمن بالموضوع ده كويس جدا، وانا ادرك عمل روح الله في الانسان، ومن ضمن مواهب الروح القدس اللي الرب بيديها لاولاده هي موهبة الشفاء. يعني بيدي مواهب كثيرة وعمل القوات وكده، لكن هنا الكتاب المقدس واضح في الجزئية دي في آخر وصية قالها السيد المسيح في إنجيل مرقس إصحاح 16 ونهاية الأعداد من عدد 15، اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. ونيجي الآية 17 بقى، وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون شياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون الحياة المهمش، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. مظبوط، ده كلام السيد المسيح. مظبوط، اللي هو حي، ما هوش كلام ناس بتقوله كده جهجهوني، ما هوش كلام موجود في قصص، لكن ده كلام السيد اللي لا يعتليه ظل دوران، ان كلمة من فمه الطاهر انشأت الكون. لان قال الرب ليكن نور، قال بايه؟ بكلمته. ومن هو الكلمة؟ هو شخص الرب يسوع. عشان كده لما يقول هذا الكلام إيمانك يغير الحال، يغير الفكر، يغير الطبيعة. ليه؟ لأن قال هذه الأعمال تعملونها وأعظم منها. لسه كنت بتكلم أنا وأخ محب قبل البرنامج وبنقول إن ظل بطرس، ظله كان بيشفي مرضى، هقولها بالبلدي، نفايات عينين بولس كانت بتشفي المرضى. يعني الصديد، رمض الصديد اللي كان عنده بالمعنى الحديث للمرض اللي كان عنده بولس، الصديد اللي كان بينزل من عينيه نتيجة القشور اللي سقطت وتعب عينيه كان بيشفي. هدوم، حتى في العصر الحديث هدوم القديسين تشفي،
حسب ايمانه، وكان بيحكي لي قصه يا ريت لو تشاركنا بيها اخ محب، على الست اللي قامت من المرض وهي معية فعلا، وده في العصر الحديث يعني، معناه ان احنا مش بنتكلم ان الفتره دي كانت ايام الرسل بس، لا لا ولا ايام سيد المسيح بس، ولا ايام لا القديسين الاوائل او الاباء الاوائل بس، لكن الكنيسه هي جماعه المؤمنين اللي موجوده عبر الزمان من بدايه المسيح او من بدايه تجسد الرب يسوع الى مجيئه الاخر، مجيء الثاني. فاوعى تفتكر ان انت ضعيف، انت تمتلك هذه القوة. بس احب اخونا محب يقول لنا على الـ حتى في العصر الحديث ده موجود في العصر الحديث، القصة اللي انت حكيتها لي يا ترى ايه ده في كل يوم. هو الحقيقة اللي نشكر ربنا من اجل الانترنت والحاجات دي، ابتدت تفتح كتير امور ما كناش نعرفها، والاتصالات دي ربطت الناس ببعض. اللي حضرتك كنت بتقرا الجزء دوت وبتقول ان ده كلام السيد المسيح، واللي انا عايز اكد عليه انه كلام معاش. يعني بولس الرسول لما انشبوا النار، لما تتكسرت السفينه وراحوا على الشط، وبعدين جمعوا الخشب عشان يولعوا نار، ونشبت منه حيه ومسكت ايده، فهم افتكروا ان هذا الشخص هارب من العدالة، والله بما انه عادل فبيعاقبه، فكانوا منتظرين بيقول كده الكتاب انه ينتفخ ثم يموت، لان سم الحية قاتل طبعا. فلو لقيوا ان الراجل ما تأثرش بالحاجة دي، يعني ده تأييدا للكلام ده المكتوب، وتأييدا للقصة اللي قلتها، انه كلهم ماشيين في استقامة واحدة طبعا، ان فكر الله وعمله وكلامه ثابت لا يتغير. في بالنسبة لللمس والحاجات دي والإيمان، كنت قريت قصة وأعزائنا المشاهدين ممكن يتابعوها على الإنترنت، في واحدة اسمها فرانسيس وجوزها اسمه تشارلز هانتر، دول يعني كان مكرسين حياتهم للشفاء وعملوا مدرسة، والرب طلب منهم إن هم يعملوا فيديوهات ويبعتوها أفريقيا، وكتير جدا من الخدام في أفريقيا اتلمزوا على الفيديوهات دي. فمرة بتحكي حكاية بتقول يعني من الحكاوي الغريبة قوي، ان هي طلبوا منها ان هي تزور واحدة مريضة وتصللها، فلما راحت لقيت الست دي نايمة على الأرض هيكل عظمي، حتى الكلام من الضعف غير واضح، فكل شوية تقول لها قربي مني، فتقرب شوية تقول لها تاني قربي مني، لحد ما هي مش فاهمة قربي مني، هي خايفة تخبط فيها من الضعف، شايفة انه يعني مش عارفة تصلي حتى تقول ايه يعني. فقالت قربت جدا منها، وراحت لمست الجيبة بتاعتها او الفستان بتاعها، وراحت مفيش دقايق راحت قعدت وابتدت تتكلم، وقالت لها انا قلت كده في قلبي ان لو هي جت وانا لمست بس فستانها او هد بسبها انا هاشفى. يا ده يفكرنا بشخصيه الرب يسوع، ان المراه نزفت الدم بعد 12 سنه بالزبط. من النزيف، والاطباء فشلوا، يعني حتى يمكن لوقا لما اتكلم القصه دي لم يذكر ان الاطباء فشلوا، عشان هو ده طبيب يعني، لكن الحقيقه ان الاطباء فشلوا في علاجها، وهي يعني فاض بيها الكيل يعني زي ما بيقولوا كده، ولكن أسوأ. يعني مش لاقي حل، لكن قالت لو هلمس بس هد بثوبه هشفى. وده اكد لنا ان المسيح اللي فينا هو نفسه المسيح اللي كان موجود على الارض من 2000 سنه، لان احنا لما اتسال المسيح عن ملكوت الله قال ملكوت الله في داخلكم، وهل انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. وبولس الرسول يقول الذين قد لبستم المسيح، احنا لبسنا المسيح، انت كمؤمن لبست المسيح، تخيل. علشان الانسان لما يخطأ، الانسان المؤمن لما يخطئ ويتوب، المفروض ان هو لازم
يؤخذ منه القصاص، لأن كل شيء أمام الله عريان. الله لا ينظر خطيتك ولا ينظرك من خلال ذاتك، ينظرك من خلال يسوع اللي انت لابسه، فيرى يسوع ولا يرى خطيتك، لأنه هو اللي غطاك بدمه. عشان كده يفكرنا ده بالملاك المهلك اللي كان موجود في شعب الله زمان أيام ما كانوا في مصر. لما شاف الدم مش مهم اللي جوه مين، هم كلهم خطاة، لكن دم يسوع الدم اللي غطى العتبة العليا والقائمتين، هو ده اللي يخلي الملاك المهلك ما يقربش ويعدي. عشان كده المسيح اللي كان من 2000 سنة والمرأة نازفة الدم لمست بس هود بثوبه فشفيت، هو نفسه اللي كان في هذه المرأة اللي موجودة في العصر الحديث، هو نفسه اللي موجود فيك لو انت مؤمن بيه، فتستطيع ان تعمل اعمال المسيح واعظم منها. تخيل انت ممكن تعمل ده. نرجع تاني يا اخ محب على موضوع المرض. بعض الناس بيقولوا ان المرض عبارة عن تجربة الرب بيسمح بيها، ودايما يعلقوا الشماعة دي على الرب بيسمح بيها. يعني ايه؟ دي من احد معطلات الشفاء. نعم. هو في الحقيقة موضوع الشفاء ككل فيه اجزاء. نعم. يعني الايمان فيه جزء، عمل اللي بيصلي ليه جزء، ربنا نفسه ليه جزء، يعني موضوع متكامل. فالله ليه جزء. لو الإنسان المرض دوت هيستفيد منه بيسيبه، وفي غالبية الأمور أو الظروف تجد أن الشخص مش بيطلب الشفاء لأنه بيتعلم منه، وأيضا الضيقة. فممكن المرض يكون نوع من أسباب، نوع من أنواع الضيقة اللي يعني بمعنى تقيد الإنسان عشان يسير في مسار معين. لكن النقطة دي لازم نعرف إن المرض ده والموضوع ده ليه نهاية، يعني مش واحد يموت بمرض في الكبد أو في الكلى بإن ربنا عايز يأدبه أو يعلمه، لا، لأن الرب غير مجرد بالشروح أبدا طبعا. دي حاجة، ودي حاجة من قانون ربنا في الحرية. لا. الله مد الحرية الكاملة للإنسان. يعني بطرس أخطأ والرب عارف بس نبهه، يهوذا أخطأ والرب نبهه، آدم أخطأ والرب كان في المكان، وده دليل على حرية الإنسان الكاملة. عشان كده لما يقول له أنت بلا عذر أيها الإنسان في أنك تدين، في أنك تعمل، دي نتيجة أعمالك. يعني مرة مثلا كنت بتكلم مع أحد الأحباء وبعدين قال لي أديك شفت، هو آدم أخطأ والله اداله العقاب على طول، أنا ما علاتش. وبعد ما مشيت الرب قال لي ده ما كانش عقاب، ده كان نتيجة العمل اللي هو عمله. وأنا ماشي قلت الله صح، هو ما قالوش إن أنت لو عملت أنا هعاقبك، هو قال له موتا تموت، والموت ده كان موت روحي إنه انفصل عن ربنا لكن جسديا عايش. الله روح. إذا ما كانش عقاب، ده كان نتيجة العمل اللي هو قال له ما تعملهوش، وده عدل الله بالظبط انه لازم يتم بالظبط. انت عايز ترجع تاني لازم تدفع الثمن بالظبط. طب هيدفع ثمن ازاي؟ ما ينفعش يدفع الثمن بالظبط. فاذا المرض احيانا بنكون احنا السبب فيه. نعم. ودي نقطة هنتكلم عليها بالتفصيل، ازاي بيجي ازاي بيجي وازاي اكتشفوه، لان احنا الموضوع ده غامض عندنا ما بنقدرش نعرف، عشان كده بننسبه إلى حكمة ربنا وإلا إن دي إرادته، الشماعة اللي بنعلقها على كل حاجة. أحيانا بيكون مظبوط بس دي قلة قليلة. يعني عايز عادة دلوقتي لو حد عنده كانسر عنده سرطان يقول لك إن ده مرض الفردوس. نرجع برضو لأصل القصة. هو المشكلة إن إحنا مش بندرس الموضوع،
او مش بنبص له بطريقه مدققه. نعم. يعني مثلا احنا نسمع عن مثلا ابونا بشوي كامل انتقل بالمرض ده، لانه طلب هذا المرض، هو طلبه، الله ما ادهلهوش من نفسه، هو طلبه لما شاف الناس بتتألم فحب يشارك الناس في الألم. نعم. فطلبه. الأم إيريني طلبت إن هي تستشهد على اسم الرب يسوع، فخدت المرض ده. نعم. بس اللي حصل إيه بقى؟ عشان تشوف الفرق بين لما واحد يمرض وإبليس يقتله، وبين لما واحد يمرض ويكون بإرادة. أم إيريني كانت مثلا عايشة بقلب ما عايش طفل. طب إزاي عايشة بيه؟ عايشة بيه لأن الله سمح بكده عشان هي طلبت كده، فإدها الإمكانية إنها تعيش بقلب بيشتغل مش عارف ب20%، طبيا ما ينفعش. نمرة 2، أمنا إيريني كذا مرة شفيت. ليه؟ لأن إبليس قسى عليها، لكن ما كانتش دي إرادة ربنا ولا الليفل اللي هو حطه، فكانت تشفى. يعني مرة راحت تعمل عملية، والست العادرة عملت لها العملية بالليل وتقول لهم مفيش فايدة. ففي دي بقى ايه؟ أمور ربنا، بس دي مش أمور عامة، دي أمور خاصة ليها ناس. وعلمك في كمان ناس، يعني مش بس إذا كان أبونا بشوي كامل أو من عريني أو ناس كتيرة من الآباء، لا ده في ناس من عامة الشعب، من كل الطوائف، من كل الملل. ده في ناس بيجي لهم مرض السرطان وبإيمانهم وطلبهم للشفاء الرب بيشفي، والناس تروح تعمل التحاليل يلاقوا مفيش ورم أساسا فجأة. معجزة. يعني أنا أتذكر كان من فترة كان في حد بصلي معاه، ورب وراني رؤية ان هو مد ايده وشال المرض من البطن. ايوه. والست دي راحت تعمل المنظار اللي قبل العملية، خلاص مدخلينها فحوصات يعني خلاص بقى نهائية بقى خلاص. هيحجزوها في المستشفى، ما لقوش الورم. فمعنى الكلام ده ان الهنا هو امس واليوم والى الابد. هو جابلنا، هو صانعنا. يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر. ابدا. يقدر يشفي. يقدر يقوم. طبعا. ويقدر يسمح بان المرض يستمر ليتمجد هو. ممكن. التلات مراحل دول نقدر نفسرهم. شوف حضرتك ان هو ان احنا نجيب المرض، نرجع شوية نشوف المرض بيجي ازاي. يعني مثلا انا اعرف عيلة كل الرجالة اللي فيها ما كملوش 55 سنة وانتقلوا. الا واحد بس. الواحد ده اتجوز إنسانة مؤمنة، والإنسانة دي عرفته بربنا وأصبح خادم كبير بعد كده، وبعدين انتقل. الجميل قوي إنه اختلف عن إخواته، ده فيهم واحد معرفش انتقل في بخرة رموه في البحر، واحد تاني انتقل في السعودية. يعني عايز أقول حياة ما هياش مثلا أقول مثلا انتقل في مصر وسط أهله، ده يعني في موقف مش ما يفرحش أبدا يعني. نعم. يعني مشي ما شافوهوش، واخد بال حضرتك، إلا هذا الشخص. الشيء الجميل أيضا إن ولاده بقوا خدام، التلاتة يا رب يا ولاده صحيح. خدام بيحبوا ربنا خالص ويخدموا ربنا بكل قلبهم، وزوجته ست تقية جدا، وهذا الإنسان كسب الملكوت. إذن هنا نرى يد الله واضحة إنه اداله عمر واداله خدمة عشان يورثوا الملكوت، لأن الله سر أن يعطينا الملكوت. طب. فبيعمل أقصى ما يمكن عمله معانا عشان يدينا من محبته شوي. ده شخص مثلا، ده مرض الوراثة، فده ما نقدرش نقول ده جاي من ربنا. نعم. نمرة 2، أكل مثلا خطأ، بما إن جسمنا قابل لأنه يمرض بيمرض. طب أنا أعرف إنسان 70 سنة غير مسيحي قال الجملة الآتية، قال أنا سني 70 سنة لم أرى عيادة الدكتور. هذا غريب قوي، ما حدش عنده تفسير لكده، فدي نسيبها. نيجي لواحد تاني
جاله بالليل خبر مؤلم جدا ونام، صحي تاني يوم النص الشمال مش شغال. ده واضح ان دوت اسمه حزن رديء، وده مش المفروض. المفروض احنا نكون فرحانين، لان فرح الرب هو قوتنا. فاذا ما فرحناش بالرب يبقى احنا نفقد القوة. بالظبط. اذا ده سبب مرض. نيجي بقى لاسباب مرض ما نعرفهاش. واحد عنده صداع نصفي. وبعدين راح لدكاترة كتير ما وصلوش لنتيجة. فراح لجون ويمبر، وكان كاتب كتاب حتى بالعربي اسمه قوة الشفاء، وده من اول الكتب اللي قريتها. وبعدين قعد يصلي له، قال له لو شفت حاجة قول لي، او حسيت بحاجة قول لي عشان يبقى متابع معاه. فقال له انا شايف نور بيلف حواليا. فصلى تاني وقال له انا شايف النور ده فيه كلام. صلى تالت مرة قال له انا شايف نفسي في فيتنام. وابتدى يبكي، ابتدى يبكي متألم. فقال له بتبكي ليه؟ قال له لان انا شايف الناس اللي انا رميتهم بالانابل من الطيارة بتموت والقرى بتاعتهم بتولع. فقعد يبكي فترة مش قادر يخلص. فقال له بس ده مش ذنبك، انت كنت في الجيش واخدت اوامر، وهذا العمل تنفيذ لاوامر انت خدتها. قال له بس انا مش، هو بمعنى اخر مش قادر يسامح نفسه، عنده عقدة ان هو اللي قتل الناس دي. فقالوا لا، كل اللي تقدر تعمله النهاردة انك تقدم توبة وتعترف انك عملت خطأ وتطلب السماح من ربنا، وهو حيقبل غفرانك. يعني فعلا قعد يبكي 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 وقال له يا رب انا ماليش ذنب وانا ما كنتش احب اعمل كده، وانتهت القصة وراح الصداع. اذا لو رجعنا لسبب الصداع دوت، نلاقي ان هو عقدة ذنب جواه طلعت منه على شكل مرض لجسمه مش مستحمل. واحدة تاني مثلا في الكنيسة، كانت أمنا إيرين عندها برضو صداع نصفي، وراحت للدكتور وغلبه، لا صلاة نافع ولا دكتور نافع. فراحت للبابا كرولوس، فالبابا كرولوس صلى لها وقالت له الموضوع خلص أنا تعبانة. قال يا بنتي ده كان حسد من الشياطين لأنك بتقري كتير. فإذا ما كانش حد يكشف لنا النقاب دوت، إحنا ما بنعرفش السبب. لكن نشكر ربنا إن كتير من الحاجات دي ظهرت مؤخرا، ناس كتير اعترفت بيها. الكانسر أحد الأمراض اللي سببها أرواح شريرة. يعني إيه؟ مش فاهمها دي. أقول لحضرتك إزاي. لو حضرتك جبت نحلة وحطيتها على إيدك ولسعتك، اللي بيحصل؟ بتعمل ألم. هو كده. كينيث هيجن شاف، جابوا له واحدة عبارة عن هيكل عظمي، وكانت في المستشفى وكان عندها كانسر. وبعدين كان لها قريب عنده كانسر، فقالوا له يصلوا لك ولا تتعالج في المستشفى. فصلوا له ورجع المستشفى وانتقل. فقالت اوكي يبقى انا صلوا لي، قعدت في المستشفى ممكن انتقل. لا انا افضل ان يصلوا لي. بالظبط. فراحت، بيقول انا شفت انسانه مش عارف اصلي لها ازاي، دي ما فيش حاجه اصلي لها من كتر ما المرض اكل جسمها. فحط ايده عليها وصلى، اول مره ما حصلش حاجه، تاني اجتماع ما حصلش حاجه، تالت مره ما حصلش حاجه. فاستغرب قوي، يعني بيقول زي ما اكون بحط ايدي على اقرة باب ما فيش اي فاعليه حاسس بيها. فقال مدوا الخدمة يوم رابع. اليوم الرابع ده قلت بص يا رب، يعني أنا عملت اللي عندي، أنا مش قادر أفهم يعني. فبيقول أول ما جت بلا، يعني بلا تفكير بلا أي توقعات، حط يده ويصلي. ما هو صلى مرة واثنين وثلاثة زي بعض. قال وانسى حطيت يدي عليها، ما لقيتش المكان، لقيت هيكل عظمي واقف قدامي، ولقيت قرد بوش إنسان
قاعد في الرئة الشمال. فقال أول ما شافني قال له أنت دلوقتي هتطردني؟ قال له نعم سيادتك، ده أنا هطردك ونص، ده أنت هدفي. فضل قاعد لحد ما طرده، يعني حتى لو هو شافه وما طردهوش مش هيمشي. فطرده، بيقول نط نطتين ثلاثة لقيته بره الكنيسة. أول ما طلع بره المكان لقيت كل حاجة رجعت، ولقيتها واقفة قدامي وشاف نفسه بيصلي لها. فطبعا يعني فرح جدا، قال لها أنت شفيتي وشفيت من بعد كده. لو هو ما حكاش القصة دي عمرنا ما هنعرف الكانسر ده سببه إيه. لما كنت بسمع مثلا تشارلز وفرانسيس هانتر قالوا دايما لما نصلي لمرضين بننتهر الروح الشرير اللي سبب المرض ده، منه الكانسر ومرض في العظام، واخد بقى حضرتك. مرة تاني في واحد اسمه ميل بوند، ده عنده موهبة غريبة انه يغمض عينه يشوف المرض جواك، فبيشوفه بأشكال مختلفة، بيشوفه كتعبان، بيشوفه كذباب، بيشوفه كخفاش، بيشوفه كحاجة في حجم الربع دولار. والرب يسوع لما ورى كينيس هيجن الأمراض وأشكالها ورى له نفس الأشكال دي. إذن هنا في خط مستقيم واضح، فيصلي ويغمض عينيه ويشوف المرض ويقول له. لدرجة كان في اليابان وقال لأحد رجال الأعمال هناك، قال له أنا شايف مرض في الحتة الفلانية. قال له أنا كنت عند الدكتور وقال لي إنك ما عندكش المرض ده. فقال أنا جوايا يعني عايز أخلصه منه. فقال له مرة تاني طب ممكن أصلي لك؟ فقال له ما الدكتور قال لي ما عندكش. غاب ورجع قال له لو تديني فرصة أصلي يمكن تستفيد. رفض. أصحابه اللي في الكنيسة دي في اليابان بعد 6 شهور اتصلوا بيه قالوا له مات بالمرض الفلاني اللي انت قلت له عليه. إذن هذا الكلام مظبوط وصحيح، وده بنقدر نقول على الكلام ده انه إعلانات إلهية، إعلانات لأشخاص معينين الرب بيختارهم ليعلن مجده من خلالهم. مظبوط، مهواش حاجة عامة. لا دي المواهب، دي المواهب الخاصة، دي زي ما يقولوا عمل قوات، عمل قوات، شفاء، هي شفاء هي من عمل القوات. طيب النقطة المهمة هنا هو بعض الناس بتنسب المرض للتجربة، يعني ايه الكلام ده؟ هو التجربة احنا اللي بنسمح بيها. لكن هنا الله احيانا يختار، هو اللي يحدد اذا كانت دي هتجيب نتيجة معاك ممكن اسيبها شوية. يعني هو دايما النقطة اللي أحب دايما أتكلم فيها بوضوح شوية في تجربة أيوب بالذات، إن أيوب ما انتهاش بالبداية، أيوب انتهى أفضل ممن كان فيه طبعا، ده تضاعفت له كل شيء. فأنت لما تقول لي إن ده مثلا يقول إيه، أصل السر الإلهي خرج، السر الإلهي خرج، خلي بالك دي كلمة ما هياش مسيحية ما في دواخل كتير احنا مش بن يعني مش قوي مش بنميزها قوي يعني. وبعدين اقول له يا عمي ازاي ده سايب طفل وزوجه بلا معاش وطفل بلا اب، ازاي؟ هنا بقى ازاي نحل الموقف زي ده لو حصل موقف زي كده يعني، والزوجه دي اخدت الموقف دوت واستفادت منه ان هي تمجد ربنا وربت ابنها تاخد بركة. نعم. ليه؟ لان شال الصليب بألم بشكر. لكن لو مش سهل، انا ما اقدرش اعمل كده وربنا مش هيدخلني في كده عشان افقد ابديتي ابدا. نعم. ده هو عايز يدخلني في عنق الزجاجة عشان اأتي بثمر. نعم. ويزيد الثمر. دي تبقى شهادة. ويكون شهادة بالزبط. ويكون لمجد اسمه. نعم. السيد المسيح قال له كده لقد مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني قد أكملته. نعم. إذن هنا في هدف للعمل، عشان كده بقول لحضرتك لما يجي
مثلا مرض ياخد نص العيلة او يتورثوه. يعني انا مثلا في الشغل بقول له، كنا نضحك، فاقول لشخص مثلا واحد كبير في السن ماشي، اقول له ده مستقبلك، فيضحك يقول لي لا، انا عائلتي مات انتقلت بالقلب وانا هنتقل زيهم. هنا هو بقى بهنا بيتنبأ لنفسه ان انا زي ما هم انتقلوا انا هنتقل، يبقى هنا هو حط لنفسه النهاية. غير مثلا واحد يقول ابدا انا الرب من طول الايام يشبعني ويريني خلاصه ويفرحني بايامي. يعني انا لو النهاردة حسيت ان انا حزين اعرف ان ابليس بيحرب على حاجة، لو حسيت ان انا تعبان افهم انه عايز يعطلني من حاجة، اذا حسيت ان انا ابتديت اتشد واتأثر مثلا بعملي في الشغل، اذا هنا ابليس بيحاربني، قصده ان انا مثلا اتذمر او اجدف. اذا هنا كل هذه الامور اللي بيعملها ابليس عشان نجدف في وجه الرب، نتذمر عليه. هو ايه اللي ما دخلش شعب بني اسرائيل الارض الموعد؟ ما قال لهم يا جماعه الارض جاهزه اتفضلوا. كان مسار 13 يوم تقريبا، حاجه ما لا تقارن ب 40 سنه. 40 سنه يعني. لكن تذمروا ولم تنفع كلمه الايمان اللي بشروا بيها. نعم. لم تنفع معاهم، ما جابتش ثمار، فالرب استغنى عنهم كلهم ودخل اللي هم يستاهلوا. نعم. واخد بقى حضرتك؟ اذا هنا ربنا بيعمل عمل عايز نتيجه حسنه لينا. نعم. مش عايزنا لا نتذمر ولا، يعني اقول لحضرتك حاجه من ضمن مثلا الشهادة الجميلة اللي سمعناها من أمنا ريني، أخوها انتقل، كان مهندس وكان بيحبها قوي وتحبه جدا وكان دايما يهتم بيها، يعني رغم أن هي كانت في دير وكده يعني. وبعدين انتقل، قعدت تبكي، وبعدين كل ما تفتكر تبكي، الموضوع مش هيخلص. فأبو سيفين قال لها طيب أنا هوريكي أخوكي فين عشان تتعزي. فورها انه في مكانه حلوه قوي، فاستغربت جدا، قالت له ازاي انت في مكانه كده واحنا مثلا بنجاهد في الحياه وكده مش بنوصل بسهوله كده. قال لها السر في الموضوع ده حاجتين، كان اي الم يجيني احمله بشكر ودايما شاكر ربنا، وكانت كل اعمالي للخير حتى زوجتي ما كانتش تعرف. بالظبط تطبيق الوصيه بس بأمانة، فالله حطه في مكانة تستاهل. دي حاجة كويسة جدا ان الانسان يفهم هذا الكلام. بالظبط. معنا بعض الناس طلبوا طلبات صلاة من اجلهم. جميل. فبس نفسي قبل ما يعني نصلي هذه الصلوات من اجل الاحبة دول، خاصة في منهم اتنين عندهم كانسر، وزي ما قلنا ان ده مرض يعني مرض العصر، فنفسي نطلب الشفاء من الرب ونقول يا رب اشفيني. ايه رايك؟ جميل. ما تيجي نصلي الترنيمه دي. ترنيمة. وانا بقول لاحبائي الترنيم ما هواش كلمات او صوت او موسيقى، لكن هو عباده، وهي دي لغه السماء. صدقني احنا في السماء هنسبح، والتسبيح هو مجد الله، بنشكره وبنعظمه وبنعليه، لأن الملائكة بتقول هذه الكلمات قدوس 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 مجدك يا رب ملء كل الأرض. دي الملائكة اللي الرب بينظر لها وينسب لها حماقة، لكن احنا فينا روح الله، احنا ولاد الله، وهو بيتلذذ بينا. قال لذاتي مع بني آدم. عمر ما يرضى ان انت تتهان او تتضايق او تتعب، هو عايز كل شيء لينا بغنى للتمتع، بيدينا كل شيء علشان يمتعنا بيه. وخلي بالك ان انت ما هتروح السما مفيش لا وجع ولا ألم ولا إرهاق، وهتبقى في أشد حاجة، في أشد حال، هتبقى مبسوط جدا وفرحان جدا لانك مع ملك الملوك ورب الارباب. واحنا محتاجين لمسه منه النهارده. فتعالى صلي الترنيمه دي واطلبها بقلب خاشع.
قول يا رب اذا كان في ظروف انا اتحطيت فيها ان انا اكون انسان مريض بمرض ما، حط ايدك على المرض اللي عندك مكان المرض، قول يا رب انا بالايمان بنتهر هذا المرض، قول يا رب انا بالايمان بنتهر اعمال ابليس، قول يا رب انا بالايمان بلتصق بيك، واثق يا رب ان انت هتصنع ايات وعجائب، انت ما انتش سراب، انت اله حي. حط ايدك على مكان الالم وقول يا رب انا بطلب قوه من الاعالي، لمسه من عند ابي الانوار. اطلب، الى الان لم تطلبون شيئا، اطلبوا اطلبوا، اقرعوا، اسالوا، لغايه دلوقتي لسه. تعال نطلب لمسه، لمسه شفاء. هللويا. لمسه شفاء، لمسه حياه، المسني بايدك، ما انت الاله، انا عندي ايمان تشفيني الان، لو هلمس ثوبك ما انت الحنان، لمسه شفاء، لمسه حياه، تلمسني بايدك، ده انت الاله، انا عندي ايمان تشفيني الان، لو هلمس ثوبك ما انت الحنان، اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني نحتاج لك يا فدية، اشفيني 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 من كل ضعف، ومن خطيئة اشفيني، نحتاج لك يا فدية، اشفيني اشفيني اشفيني. قلبك بسنين ندمان وبتوب، طالب غفرانك بدم المصلوب، لو هلمس ثوبك ما انت الحنان، جاي لك بذنوب ندمان وبتوب، طالب غفرانك بدم المصلوب، بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع، اشفيني انا راجع ليك، ضعف فيا اشفيني، من الشهوة ومن الخطية اشفيني، نحتاج لك يا فدية، اشفيني 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 من كل ضعف، من الشهوة ومن الخطية اشفيني، نحتاج لك يا فدية، اشفيني يا يسوع اشفيني. نعم يا رب، طالبين شفاءك يا رب النهاردة، بنحط ولادك بين ايديك يا رب، بنحط بنتك نادية جرجس بين ايديك النهاردة يا رب. انت سمحت بالكانسر، لكن انت تستطيع ان تشفي كل مرض في الشعب، كل ضعف في الشعب. مد ايدك يا رب الشافية النهاردة بقوة غير عادية،
تخرج من لدنك يا رب، فتخترق المرض وتنزعه من هذا الجسد. يا رب بصلي من أجل أخويا جورج، أنت يا رب اللي سمحت بإن يتمجد اسمك من خلال هذا المرض، مرض الكانسر. للناس فاكران هو مرض الموت، مرض الفردوس، لكن هو مرض ليتمجد اسمك يا رب. تستطيع يا رب بحسب مشيئتك أن تعلن ذاتك يا رب، تلمس هذا الجسد لمسة شافية تشفيه يا رب بقوة روحك القدوس. أنا بنتهر المرض، بنتهر السرطان، بنتهرك يا عدو الخير في اسم يسوع. تستطيع يا رب أن تشفي هذه الأجساد يا رب. تمد إيدك بالبركة على أولادك يا رب. يا رب بنحط أولادك بين إيديك، بنت الرب اللي عندها السكر، أنت يا رب قادر يا رب أنك تمد إيدك وتنزع السكر ده منها جسدها. كل الأمراض يا رب، ولادك يا رب، الطفل اللي بيدور عليك يا رب، الأم اللي بتدور عليك، الزوجة اللي بتدور عليك، ولادك بيشتكوا يا رب وطالبين يا رب مساعدات سماوية، طالبين خلاص يا رب، طالبين يا رب شفاء من كل الأمراض. بنحط ولادك يا رب بين إيديك، أنت يا رب تمد إيد البركة على ولادك يا رب. يا رب بصلي يا رب من أجل الاضطرابات الزوجية اللي موجودة في أولادك يا رب، المشاكل العائلية يا رب، بنتهر عدو الخير من كل بيوت ولادك، بنتهر عدو الخير من جميع الأمراض اللي بتوصل لأولادك، لأن كلها من عند إبليس. وأنا بصلي باسم يسوع اللي حرق إبليس، اللي كلمة منه يبرأ الإنسان يا رب. واثق يا رب أنك بتسمع وتستجيب لكل الصلوات، لكل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. هللويا، مبارك اسمك يا رب. بما أن بما ان في ناس محتاجة شفاء، وده طبعا شيء عام، نعم، نتكلم على ازاي الانسان ينال الشفاء. امين امين. يعني نخرج بقى من المرض ونشوف الشفاء ازاي يجي، ندخل على النصرة. أمين. على القوة. يعني اول حاجة ان احنا نخرج من حيز المرض، نخرج من حيز ابليس. نعم. لو في انسان زعلان مع زوجته، او زوجته زعلانه منه، او بينه وبين اي انسان خصام نمره واحد، لازم يغفر ليه نمره واحد، نمره اتنين يعتذر ويصلح الموضوع. امين. لانه ان لم تغفروا لا يغفر لكم، ان لم تغفروا للناس زلاتهم الله لا يغفر لنا. ده قانون الهي مش هنقدر نغيره، مش هنقدر نيجي جنبه. وبتتقال في الصلاة الربانية: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. نمرة واحد. نمرة اتنين، لو انت فتحت باب لإبليس هتضطر انت تطلع إبليس. يعني من ضمن الحاجات الأخطاء اللي احنا مش واخدين بالنا منها ان احنا دايما نخلي ربنا يطلع إبليس. كينيس هيجن قال، الرب يسوع قال له كده، قال له: أنا ماليش دعوة بإبليس، أنا هزمته، ليا كل السلطان، فوضته للكنيسة. نعم. قال له: يا سيد أنا ما أقدرش أقبل الكلام ده. طب اديني شاهدين من الكتاب. قال له: هديك أربع شواهد في الكتاب المقدس. واداله أربع شواهد إن السيد المسيح له كل المجد، أدى العمل وقد أكمل، ودفع إلي كل سلطان، وهذا السلطان سلم للكنيسة، وأنا الرأس وانتو الجسد. إذن دلوقتي بقت مشكلتكم انتو. نعم. نمرة واحد. أحكي حضرتك اختبار سريع. نعم. السنة اللي فاتت في حوالي 15 يونيو جاني
نوع من الألم في معدتي، وأنا حكيت الاختبار ده كذا مرة لأنه شخصي الحقيقة وأنا واثق منه يعني. وبعدين جاني ألم فظيع في مصاريني وسبت الشغل وروحت البيت، وافتكرت ان انا لما اريح او اخد بعض الادوية هبقى كويس. اللي حصل ان انا ما قدرتش ابقى كويس، وكل مادة الموضوع يزيد بضغط نفسي غير عادي. قعدت 3 ايام لا اكل ولا اشرب ولا انام، واصبحت في موقف صعب جدا وخطر جدا. كل اللي عملته ان انا رحت المستشفى، قعدوني 10 ساعات وقالوا لي متشكرين انت سليم. فطبعا يعني ده كان موقف منهم كتر خيرهم ان هم طمنوني ان انا ما عنديش حاجة عضوية. وبعدين الموقف اتأزم جدا، قلت له بص يا رب، حاجة من الاتنين، يا تنهي لي الموضوع ده يا تقول لي سببه. فباختصار شديد قال لي انت ما اتكلتش عليا فأعطيت إبليس مكانك. قلت له طيب حلو قوي، ده موضوع بسيط جدا، انا ابكي واجي عند رجليك واعترف بخطئي، مفيش حاجة حصلت، مبقتش كويس. قلت له لا، الموضوع مش ماشي مظبوط، وفي ايه خطأ؟ قال لي فتحت الباب لابليس، انت تخرجه. انا مفاكر ان انا توبت هو هيخرجه. ما افتكرت طبعا، هو قال لي كنس هيجن، قال له انا ماليش دعوه بابليس، دي شغلتك، شغله الكنيسه، قاوموا ابليس فيهرب منكم مش يهرب مني. قاوموه راسخين في الايمان، لا تعطوا ابليس مكانا. اذا الوصيه بتقول انك ما تديش ابليس مكان، واذا جه عندك شوف يطلعه، انت تشوف حد يطلعه. عملت ايه؟ جبت كل الايات اللي بتقول الحاجات دي وبقيت اقف واقولها بصوت عالي، ما انا جوايا تعبان مش قادر، مفيش حل اعمله الا اني اخش حرب، وحرب انا مش عارف ازاي اكسب وازاي ادخل فيها. فاللي حصل ان انا ابتديت اعمل كده. مش هقول بقى ان انا بعد ساعتين بقيت كويس، لا، ادوني دواء لمدة يوم، تاني يوم بقيت افضل جدا وابتديت انام وابتديت اتحسن وعرفت الخطأ فين وابتديت اتجنبه. فهنا لما الإنسان يفتح الباب لإبليس بأي خصام، غضب، حقد، حسد، نميمة، كل الأمور ديت وإن كانت بسيطة، فالذي يفسد الكروم ليست الثعالب الكبيرة ولكن الثعالب الصغيرة. فخلي بالك من الثعالب الصغيرة جدا، وخليك صاحي جدا، لأن إبليس بيدخل من حيث يعني أماكن مجرد فكر يتأثر فينا يتكرر بيسبب لينا مشاكل. فهنا نمرة واحد، لا تعطوا إبليس مكانا، وابتدي املى قلبك بالمحبة تجاه كل الناس، حتى اللي بيعندوك، حتى اللي بيضايقوك في الشغل. صلي، خلي الوصية هي النور ليك. صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم، ما قالش روح انتقم، اعطوا مكانا للانتقام والغضب وسيبوا ربنا يشتغل. حبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم. دي وصية، حط دايما الوصية قدامك وشوف انت بتعملها ولا ما بتعملهاش، لانك لو كسرت الوصية يبقى انت اعطيت ابليس مكانا. نمرة واحد. نمرة اتنين، لو انت عايز تسلك بصحة وحياة ناجحة وتكون فرحان، لازم تسلك بالإيمان. تسلك بالإيمان. الإيمان لا يأتي من كلام الناس، لا يأتي من التلفزيون، ولا يأتي من الإنترنت، ولا يأتي من التليفون، ولا يأتي من أي مكان، لأن الكتاب المقدس بيقول الإيمان يأتي بالخبر والخبر في كلمة الله. إذن لازم تقرأ كلمة الله، لأن هي دي السلاح، ممكن أقول الوحيد، اللي هو حيخليك ترتفع وتنمو وتنتصر. واخد بقى حضرتك؟ هقرأ جزء صغير بالمناسبة عن كلمة ربنا والشفاء. أمين. جزء يعني بسيط خالص، لكنه في الحقيقة جزء مثمر جدا في المعنى. نعم. في سفر الأمثال أعتقد الأصحاح الرابع
بيقول كده ايه الاصحاح الرابع عدد 20، بيقول: يا ابني اصغي الى كلامي، امل اذنيك الى اقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لانها هي حياه للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. نعم. اذن كلمه الله هي حياه وشفاء، دواء يعني دواء شفاء. والسيد المسيح قال كده: اتيت لكي يكون لهم حياه وليكون لهم افضل. نعم. فهنا كلمه الله لازم تتقري بانتظام، لازم تطلع الايات اللي بتشجعك ايا كان، عن السلام، عن المحبه، عن الايمان، عن القوه، عن النصره، عن الغنى، عن الشفاء. طول ما انت بتقرا تكتب، وتيجي في الوقت اللزوم وتردد هذه الايات، ترددها بصوت عالي: الذي افتدانا من لعنه الناموس صار لعنه لاجلنا، خد المرض، لانه اخذ اسقامنا وحمل امراضنا. وفي بطرس الاولى يقول: الذي بجلدته شفينا. نعم. الرب يسوع لما احنا ظهر للصياط كان بياخد امراضنا. في اشعياء 53 وعدد 4 بيتكلم عن نفس الكلام بس بصيغه تاني، اللي هو ترجمه معلمنا متى، وقال كما قيل باشعياء، في اشعياء النبي 53 وعدد 4 قال كده: الامنا حملها واوجاعنا تحملها. وبعدين يكمل ويقول: الذي بحبره شفينا. حبره يعني جلداته، ودي اخذها معلمنا بطرس الرسول وترجمها. ولما نبص للاثنين نجد ان الالام والاوجاع حاجه نفسيه او روحيه. العهد الجديد بيتكلم عن الامراض والاسقام اللي هي الضعف والمرض. فالانسان يردد هذه الكلمات. وبعدين لما الابرص جه للرب يسوع وقال له، الابرص طبعا ده شاف الرب يسوع بيشفي بلا حساب طبعا، فقال اه ده بيشفي اللي هو عايز يشفيهم، ده المفهوم بتاعنا. فراح قال له: ان اردت تقدر. فالرب يسوع قال له: لا لا لا، لحظه واحده، انا اريد، فابرأ. ولمسه. ما اجمل كلمه لمسه. لمسه دي لواحد ابرص كانت اعظم عطيه. انسان يمشي يقول للناس: انا ابرص، انا نجس، نجس، انا نجس، امشوا. نعم. امشوا من قدامي. تخيل انت ابنك بتحبه ومش قادر تحضنه، الرب يسوع قال له: من الان تقدر تسلم على كل انسان، تقدر تحضن كل انسان، تقدر تقبل كل انسان من الان وطالع. ولمسه. هكذا كان الرب يسوع يقول يشفي كل مرض بكل نوع. فانت لما تحط هذه الفكره في ذهنك، اديك مثل تاني. بعد التجلي الرب يسوع نزل من جبل التجلي، وبعدين لقى دوشه كده والتلاميذ محطوطين في موقف حرج. هو طبعا عرف الموضوع فسال فيه ايه، قالوا له، فرد ابو الشخص ده قال له: احضرت ابني للتلاميذ ولم يقدروا ان يخرجوا منه الروح الشرير. فالرب يسوع رد عليهم، وبعدين انتهر الروح الشرير فخرج منه. فالشخص ده بيقول له ايه: لقد احضرت ابني لتلاميذك ولم يقدروا ان يخرجوا، ان كنت تستطيع ان تعمل شيء فاعمل وارحمني. شوف معنى كلام الشفاء، فيه رحمه، ارحمني. نعم. من العذاب اللي انا فيه. وبعدين خلي بالك كمان كان الرب يسوع يقول لك ايه: وتحنن. في كلمات. نعم. جميله كده يقول لك. نعم. لما اشبع الجموع. قال لهم كده: فتحنن الرب يسوع. نعم. وشفى مرضهم. فده عمل رحمه تابع للخلاص. هو الرب يسوع كان بيكرز بالخلاص اللي هيحصل، اللي انا طالع على الصليب لكي اتممه، هذا هو العمل. فراح شافها مرضان، فقال للشخص، قال له ايه؟ قال له: لا، مش الموضوع خاص بيا، ده ان كنت تستطيع ان تؤمن، كل شيء مستطاع لدى المؤمن. فهو الهدف النهارده من الحلقه دي بالذات ان انا اشحن كل انسان مريض بهذا الفكر المبارك، ان الرب يسوع عايز يشفيك. نعم. واذا كنت اخطات، ما هو قال لهم كده: صلاة الإيمان تشفي المريض وإن كان فعل خطية
تغفر له لأنه ربط الاثنين ببعض، أنا هشفيه وأغفر خطيته ويصبح إنسان سليم، إنسان فرحان. فالإنسان المريض عليه بأنه يدور على الآيات اللي تفرحه بوعود ثمينة في الكتاب المقدس. يعني في يوحنا 16 أرى لك آية جميلة جدا بحبها قوي ونفسي كل الناس تقراها وتحفظها. السيد المسيح بيقول لهم في عدد 23: وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. ده بيتكلم على بعد الصعود، لأنك مش هنقدر نجيبه تاني يعني وجها لوجه، لكن هو ساكن جوانا. الحق الحق أقول لكم، كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. واخد بقى حضرتك؟ كل ما طلبتم، مفيش استثناء. إلى الآن لم تطلبوا شيء، اطلبوا تأخذوا لكي يكون فرحكم كامل. إذن إيه الهدف من هذا الكلام؟ الله معطي بسخاء، يعطي بسخاء ولا يعير، ويعطي للفرح مش للحزن ولا الكآبة ولا التنهد ولا الضيق. ده هو قال كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. أنا مش هدف إن أنت تكون تعبان ولا ممزق ولا عيلة منفصلة، وكل دي أعمال إبليس. مش ممكن تكون أعمال من ربنا إن أسرة تتشرد، إن أطفال يطلعوا بلا أب أو أم، إنسان مريض وينتقل ويترك أسرة بلا أب عائل أو بلا زوجة حنينة. لدرجة في واحد اسمه نورفيل هيز، والدته توفت 37 سنة وهو كان عنده 4 سنين، وبعدين قعد يبكي سنة 2 3 4 سنين يبكي. نعم. وبعدين قال له: يا رب انت موتت امي ليه؟ فربنا يعني حب بقى بعد 4 سنين يطيب قلبه. قال له حبيبي، قال له: انت بتقول في الكنيسة ان مؤمن يساوي دمي، ازاي امي ازاي تموت امي؟ فقال له: انا ما موتش امك. قال له: لا، انت قلت في انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا انك انت الشافي. قال له: نعم. قال له: طب ما شافتش ماما ليه؟ قال له: انا اقول لك ليه اللي حصل. الكنيسه اللي ماما بتروحها هي اللي ما شافتش ماما، لان هو ترك العمل للكنيسه. نعم. والكنيسه ما شافتهاش. انت بتنسبه ليا ليه؟ هو ما قالوش طبعا التفاصيل دي، هو قال له كده. قال له: انت الكنيسه كانت بتروح كنيسه وكانت خادمه، فهو بيستغرب ازاي خادمه وتنتقل بدري كده. قال له: الكنيسه اللي ماما بتروحها لم تنجح في شفاء ماما. اذا ده عمل الكنيسه. عايز انتقل بسرعه لنقطتين مهمين قوي. نعم. النقطه الاولى اللي حضرتك قريتها اللي هي مرقس 16: هذه الآيات تتبع المؤمنين. إذن المؤمن ما يقولش أنا صغير، أنا مش شغلتي. نو. بيقول تضع المؤمن يضع أيديهم على المرضى فيبرؤوا. نعم. طلع أعمال 3 عشان تشوف نقطة تاني في موضوع الشفاء. يعني بيتكلم عن بطرس، كان رايح الهيكل الساعة 9 من الصبح يعني، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل. وبعدين بطرس ويوحنا كانوا داخلين، وبعدين قال لبطرس، بيقول: فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. هذا الإنسان كان بيحمل كل يوم قدام، يعني كان ليه سنين قدام الهيكل. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم الرب يسوع الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوسب. تخيل إنسان بيودوه يجيبوه 40 أو 38 سنة، دي أعضاءه ضمرت
يعني النهارده لو واحد بيقعد 3 شهور في البيت بيبعتوه للطب ثيرابي يقعد يعمل له تمارين رياضيه عشان يحركوا العضلات، ده انسان اتهيأ للعظم نشف. لكن هنا الشيء الغريب يقول فوسب، وسب يعني نطت قفز، ووقف وصار يمشي، ودخل معهما الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله ثم أبصروه. نيجي بقى للنتيجة لما هم قالوا لبطرس ويوحنا ان هم آلهة، قالوا لهم ايه بقى في عدد 16؟ بيقول كده كلمهم بطرس لانهم كانوا يهود وهو كان قدام الهيكل، فقال لهم كده: ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل عند صلب السيد المسيح، صلبوا الرب يسوع وسابوا باراباس، ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقاموا من الأموات ونحن شهود بذلك. نعم. وبالإيمان باسمه، شدد اسمه، هذا الذي تنظرونه وتعرفونه والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. أمين أمين. عارف أخي محب، برضو علشان نوضح للناس، يمكن بعض الناس يختلط عليهم نقطة الكنيسة. برضو احنا ما بنتكلمش على الكنيسة كطائفة، كلمة كنيسة جماعة المؤمنين. يعني ما بنتكلمش على طوائف، احنا بنتكلم على جماعة المؤمنين اللي هو اتحد. المفروض يعني الست اللي انت قلت عنها ان انتقلت والرب يسوع ظهر لهذا الطفل وقالوا ان الكنيسة ما قومتهاش. النقطة اللي احنا عايزين نوضحها عشان ما نجيبش اللوم على كنيسة او طائفة او بنتكلم على جماعة المؤمنين. إذا اتحدت المؤمنين فهذا هو سلطان المؤمنين. إذا اتحدوا، لأن إذا اجتمعتم على طلبة، إذا اجتمع اتنين بس على طلبة باسمي يكون لهم من قبل أبي الذي في السماوات. يبقى هنا الرب بيوضح لنا أو أوضح لهذا الطفل أن دي مسؤولية جماعة المؤمنين، أن هم يصلوا من أجل الآخرين علشان يشفوا. لأن الشفاء هنا هون الرب ادانا هذا السلطان. لما قال زي ما احنا قلنا ان هذه الايات تتبع المؤمنين. المؤمنين اللي هي الكنيسة، اللي هي المؤمنين الجماعة اللي بيتكلموا. ما هي دي النقطة الاولى باسم المسيح. النقطة الاولى في الموضوع. النقطة الثانية الكنيسة كعموما، دي افراد، دي المؤمنين اللي هو زي انا في البيت. يعني انا في الشغل لو بشوف واحد بيعرج بحاول اصلي له. نعم. بحاول اصلي له. فده المؤمن العادي. اصل في ناس كتير لما احكي معاه يقول لي ايه، اصل انا ما عنديش الموهبه دي. اللي الفكر اللي احب دايما اوضحه للناس ان الله ما عندوش تمييز بالنسبه للبشر. يعني احنا اللي بنميز انفسنا. نعم. يعني بنميز انفسنا، يعني انا رحت النهارده قلت له يا رب انا قلبي بيأكلني على الناس المريضة، فيقول لي هذه الآيات تتبع المؤمنين، يضعون أيديهم على المرافق، صلوا بعضكم لأجل بعض وصلاة الإيمان تشفي المريض، روح واعمل. أنا في هي دي إرسالية الله للعالم اللي احنا عايشين فيه، ده الفردي. ده الفردي، ده لسه ما دخلناش على الكنيسة. اللي هم الجماعة بقى، اللي هم بقى ككل بقى، اللي هم يحطوا المريض ويصلوا له كلهم ويخلوا إبليس يطلع يجري. ده انت عايز أقولك على حاجة، أنا شفت بعناية ناس بيصلوا كجماعة مؤمنين لناس موتى. يقوموا. ده قصة تانية. يعني ده في اكتر من كده. يعني جماعة المؤمنين لهم السلطان، لان احنا خدنا هذا السلطان. رب يسوع يقول لنا هذا الكلام، اعطانا سلطان ان يدوس الحياة والعقارب وكل قوى العدو. مش بس كده، قالك ولن يضركم شيء. يبقى احنا خدنا هذا السلطان المعطى لنا من قبل ابانا الذي في السماوات. يبقى انت بتضعف نفسك ليه؟ عشان كده يعني انا برضو عايزين، لان في طلبات صلاة محتاجين لازم نصلي من اجلها. يعني برضو زي ما كنا بنقول مرض العصر او المرض اللي بيقولوا عليه مرض الفردوس، عندنا اختنا انجلينا، عايزين كلنا نتحد كجماعة مؤمنين، كل المشاهدين اللي بيشاهدونا، نصلي مع بعض. قول يا رب انت قلت لنا ما طلبتم باسمي يكون لكم، واحنا بنطلب النهاردة بركة، بنطلب ايدك تمتد في هذه الاجساد يا رب. بنتك انجلينا وبنتك ورود، امين،
وبنتك امل امين جرجس وابنك عبد الله امين يا رب. مش احنا مش بنتكلم مرض بيقولوا عليه مرض الفردوس ولا مرض العصر ولا مرض الموت، لكن احنا بنتكلم اله هذا الجسد، هذه الاجساد يا رب بين ايديك. احنا بنصلي كجماعه مؤمنين يا رب، وبنتحد كلنا في نفس واحده في شخص ربنا يسوع، وباسم يسوع المسيح بننتهر هذه الامراض امين، بننتهر هذا الكانسر امين. واسقين يا رب ان انت تمد ايدك بالشفاء الان، قوة شفاء يا رب، قوة شفاء وقوة تحرير لهذه الأجساد من هذا المرض أمين. وتعلن مجدك يا رب، لأن المجد كله يرجع ليك، ليس لنا بل لإسمك نعطي كل المجد أمين. يا رب واسقين يا رب أن أنت تمد إيدك بالبركة على أولادك يا رب، عايزين نرى مجدك يا رب، عايزين نرى مجدك بوجه مكشوف يا رب. يا رب أولادك يشهدوا عن عملك في حياتهم أمين. بنصلي من أجل بنتك فريدة يا رب والتحاليل اللي هتعملها أمين. يا رب وبنصلي من أجل بنت الرب بتطلب رجاء، لان ابنها دخل في سكة المخدرات وبيدمر نفسه، انت قادر يا رب ترده تاني أمين. يا رب رد كل مسلوب أمين. رد ولادك يا رب لحضنك أمين. يا رب العالم وضع في الشرير وهدف الشرير انه يدمر الكل أمين. لكن احنا بننتهر اعمال ابليس أمين. بننتهر قوة ابليس، لان احنا اللي معانا اقوى من اللي علينا أمين. احنا اللي معانا هو قوة رب الجنود دونامس. فعلا احنا معانا قوة الروح القدس، معانا قوة الله القدير، لان لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. بننتهر اعمالك يا ابليس يا رب. الزوجة اللي خانها زوجها سامحي، انت قادر يا رب، انت قادر يا رب انك ترده تاني أمين. وتديها روح غفران أمين. انها تغفر له امين، وتبين له محبتك يا رب أمين. لانك احببتنا واحنا في المصدرة، احنا المصدرة والغير موجود أمين. ونشلتنا من طين الحمقى يا رب. اشكرك، اشكرك يا رب من اجل ولادك يا رب. بصلي يا رب من اجل ابنك اللي بيدور على عمل أمين. انت قادر يا رب انك تفتح ابواب، لان أمين. كل شيء في قبضة يدك، تفتح ولا احد يغلق وتغلق ولا احد يفتح أمين. يا رب خليه يكون شهادة حية لشخصك يا رب. طلبت الصلاة يا رب، الاضطرابات يا رب اللي ابنك موجود فيها بقاله 30 سنة، ابنك يا رب عنده اضطرابات أعصاب يا رب بقاله 30 سنة، أنت تقدر يا رب بكلمة فيبرأ الغلام يا رب. مد إيدك الشافية يا رب على هذه الأجساد كلها، بنحط كل طلبات الصلاة بين إيديك يا رب، بنقول لك أنت يا رب تستطيع أن تبرئ الكل، تستطيع أن ترد الكل، لأن بنطلب ذلك في اسم يسوع المسيح. واسقين يا رب انك بتسمع وتستجيب لكل الطلبات، وتريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، لان انت الهنا، انت معزينا، انت قائدنا، انت فعلا رأسنا ونحن جسدك. نشكرك يا رب على انك اديتنا هذا السلطان ان ننتهر عدو الخير وننتهر كل الامراض في اسم يسوع. بصلي ولك كل المجد امين. يا رب يباركك. بصراحة موضوع مهم جدا، لكن ناخد آخر فكرة كلمة صغيرة بس. تفضل. كل إنسان مريض، الأخت اللي ابنها راح في سكة المخدرات، عايز بطلب يعني من كل شخص يشوف نفسه الصورة اللي هو عايزها. شوفي ابنك دوت وهو راجع بيقولك يا ماما أنا عايز أروح الكنيسة، أنا عندي اختبارات في الحاجات دي كتير قوي، بس هو الوقت مش بيسمح، فعايز بس اديكي الملخص. شوفي ابنك الرب يسوع محوط حواليه لحد ما يقوده ويرجع البيت، واطمئني جدا ونامي وقولي له يا رب الموضوع في ايدك، وطالما في ايدك محدش يقدر ياخده منك. الانسان المريض يشوف نفسه سليم، يشوف نفسه في ارجاء البيت بيتمشى، يشوف نفسه فرحان، يشوف نفسه داعي اصحابه للحفلة اللي هو عملها، لانه لم يعد للمرض سلطان عليه، فيحيى الايمان داخله. ارفض اي صورة للمرض، اي صورة عكسية يحطها ابليس في ذهنك، شيلها من ذهنك تماما. املى ذهنك بالايمان والفرح، وكل الوعود صادقة وامينة وممكن تشوفها وممكن تعيشها وممكن تقول تخبر بيها يعني، وتشهد شهادة حسنة. خليك متمسك دايما بان الله فوق كل الأمور، وإنه هو قادر، وإنه هو سوف يعمل، وإنت سوف تفرح. ودي يعني حاجة مكتوبة وموجودة
ومشهود عنها. امين امين، ربي يباركك اخ محب. فعلا موضوع شفاء موضوع كبير جدا جدا جدا، واكيد هنتطرق اكتر واكتر وبتبحر اكتر، يمكن النهارده خدنا صوره عامه عن الامراض والشفاء وايد ربنا الممدوده في حياه الناس، لكن تعالى نطلب قوه حضور الرب، تعالى نصلي الترنيمه دي ونفرح بالرب لان هو قوتنا وهو اللي بيشددنا وهو الرب شافينا. اوعى تفتكر ان الشفاء من الاطباء، علما بان الاطباء موجودين والرب اقامهم علشان يشفوا الامراض، لكن الشافي الحقيقي هو الطبيب العظيم الهنا ومخلصنا يسوع المسيح. تعال نقول يا رب انت هو الرب الشافي. حسب وعوده فرح تطيب به القلوب، إيمانا فيه شفا نبيل، نؤمن بوعدك المكتوب. قوة حضوره حسب وعوده فرح تفيد به القلوب، إيمانا فيه شفا نبيل، نؤمن بوعدك المكتوب. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. نعلن شفانا لمن أتانا وقد فدانا بنعمته، قوة صليبه قوة جراحه يسوع شفانا بجلدته. نعلن شفانا بمن أتانا وقد فدانا بنعمته، قوة صليبه قوة جراحه يسوع شفانا بجلدته. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. فيك التحدي معك نعدي، لأننا بيك منتصرون. يسوع معانا أساس شفانا، والفرح بيننا مضمون. في التحدي معك نعدي، لأننا فيك منتصرون. يسوع معانا أساس شفانا، والفرح بيننا مضمون. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. أمين أمين. فعلا الرب شفانا أخ محب. أمين. وفي نهاية حلقتنا بشكرك جدا على هذا الوقت اللي قضيناه في محضر الرب عن موضوع الشفاء، واكيد زي ما قلت هيبقى لينا لقاءات اخرى في هذا الموضوع الشيق والواسع جدا جدا ومهم جدا لحياتنا الروحيه، ان احنا نشفى روحيا وجسديا ونفسيا. ربنا يدي شفاء لكل انسان، وطلبات الصلاه تبقى موجوده في عرش النعمه، واسقينا ان الرب يمد ايده بالشفاء ويشفي كل انسان يطلب الشفاء من قلب صافي. اشكرك اخ محب على هذه الفرصه، ربنا يباركك ويستخدمك لمجد اسمه. احبائنا المشاهدين سعدنا بلقاكم، ونشوفكم على خير الاسبوع القادم وهمسه جديده وهمسات عابر.